سيدتي سادتي، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، وبرنامجكم سيدتي سادتي شهية طيبة لكل من وعلى مائدة الغداء، طريق سلمة لكل من وعلى الطريق. تحية طيبة وخالصة لكم مستمعينا فين ما كنتوا. شكرا لكل ما خسرنا ليه رفيق، ونتمنى أن نكونوا دائما على حسن ظنكم وتطلعاتكم. برنامجكم سيدتي سادتي، لقاء اللي كيستمر معكم كالعادة من 12 حتى الوحدة، بفقرات متنوعة بأفكار متنوعة، كنتمنى أن تنال أعجابكم ورضاكم. الهدف طبيعة الحال كالعادة هو أنه نقربكم من أشياء اللي كتهم البيت ديالكم، جمالكم، لبيانتخ ديالكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، ونتمنى أن لقاءنا دائما يكون خفيف ظريف على الأذان ديالكم. وغادي نمشي اللحظة ونرحب بضيفي كالعادة معنا وحاضر معنا بطبيعة الحال عبد الوهاب بن حدو. مرحبا بك عبد الوهاب. الله يبارك فيك أختو كينا، ونتمنى أن تكون يكونوا مستمعين ومستمعات بأحسن ما يرام، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك كالعادة بطبيعة الحال دارك هادي. صافا بخير، كيدير مع الشا مع البرد؟ اللهم لك الحمد، اللهم الحمد لله تشتري صبات الحمد لله. ونتمنى هاد لاسيون هاد الفقرة ديال إعادة الدور يكونوا خفاف ظرافة للمستمعين ويتلقوا إعجاب كثير إن شاء الله بإذن الله. عبد الوهاب، اليوم غنتكلموا مرة أخرى على الغوسيكلاج كولينار ونقولوا ديكوراتيف، تماما، يعني إعادة التدوير المطبخي وأيضا حتى على مستوى الديكور ديالنا. فكاين مجموعة من الأفكار اللي ربما بزاف الناس كيستافدوا منها أو اللي تيفكروا فيها. من تنقولوا إعادة التدوير المطبخي، كثير من السيدات ربما كيتسألوا شنو يمكن نعاود أنا مثلا بواحد البقية ديال الأكل، ولا واحد الحاجة اللي شاط ليا اللي يمكن أنني نسيبها في, 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 في يعني في, في المهملات. كاينة واحد الأفكار أخرين نقدر نعاود نغوسيكليها وما نضيعش. والمبدأ دائما أنه يكون يعني يكون تدبير وما يكونش تبذير، وهذا هو الأساس في لقائنا وفي نقاشنا. إذا اليوم شنو تقترح علينا عبد الوهاب؟ اقتراحات كما العادة شيقة واللي سهلة واللي تعجب الأطفال كما تعجب الكبار، ونتمنى تلقى إقبال عند المستمعين ويصيبوها في ديورهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إذا غادي نخليو المستمعات يوجدوا ورقة وقلم باش هكذا يدونوا معاك الاقتراحات اللي غتقترح علينا اليوم في الريسيكلاج بطبيعة الحال. وغتكون فرصة أيضا باش نفسحوا على متوجات الشهر، هذا الشهر إن شاء الله اللي غتكون معنا واللي غتعطينا مجموعة من الأفكار، مجموعة من الحيل المنزلية. وغتكون فرصة أيضا مستمعينا الكرام باش نستقبلوا مكالماتكم وأسئلتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إذا غنتوقفوا مع فاصل غنائي قصير ليك سامي، ورجعين مستمعينا الكرام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدتي سادتي. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وحنا دائما حاضر معنا عبد الوهاب بن حدو الاجابه على كل اسئلتكم طبيعه الحال، ومجموعه من الاقتراحات اللي غيقترح علينا عبد الوهاب في الريسيكلاج. كنوجه تحيه لكل مستمعات وكل مستمعين اللي كيتواصلوا معنا باقتراحاتهم بافكارهم في الريسيكلاج ايضا. وايضا هذه فرصه باش نفتح لكم على واحد المفاجأة اللي فكرنا فيها بطبيعة الحال في إطار البرنامج. أكيد أنه ما يفاجئنيش أنه كيكونوا معنا بطبيعة الحال رجال اللي كيتواصلوا معنا في الميسيون. بصراحة سيفا كتواصل معنا السيدات أكثر، ولكن كاينين رجال اللي كيسمعوا البرنامج وكيتواصلوا معنا في البرنامج أيضا. هادشي علاش حتى حنا غادي نهتموا بمظهر الرجال مع عبد الوهاب طبيعة الحال في الحلقات المقبلة بإذن الله. غتكون فرصة باش نهتموا بمظهر الرجال حتى أنت سيدتي باش نوصلوا لك الفكرة. إذا كل ما كيخص الرجال وحتى بالنسبه للسيدات، الا نختار كادو لراجلي كيفاش نختارو، بغيت نشري شي حاجه لراجلي كيفاش نشريها، شنو اللي غيناسبو شنو اللي ما غيناسبوش. يمكن بعض الاحيان السيدات والمغربيات اكيد انها شي فيها كتهتم بالمظهر ديال راجلها وكتهتم بالاناقه الزوج ديالها. اذا غتكون فرصه ان شاء الله باش نعطيو مجموعه من المعلومات مع عبد الوهاب اللي يمكن انهم يكونوا في هذا الباب هذا. وايضا تكون فرصه باش نستقبلوا ايضا مكالمات الرجال، علاش لا، اسئلتكم في البلدي في الرومي في ديزاستوس اي حاجه كتخص عالم الرجال حنا كنرحبوا بها بطبيعه الحال. وهذه مساله اللي نزول عند رغبات المستمعين والمستمعات، لانه كيتواصلوا معنا رجال في التاويل، كيتواصلوا معنا ايضا رجال في صفحه الفيسبوك، كثير من السيدات كيقولوا علاش ما خصصتوش
واحد المجال للرجال حتى هما يتكلموا. دردشة اللي دردشت فيها ايضا مع عبد الوهاب نظرا لانه كيجمع كيحمل بزاف ديال لي كاسكيت فاحنا غادي ناخذوا غادي نشوفوا هذا الريسيكلاج كيفاش غنبقاو نستافدوا من الخبره ديالو في الريسيكلاج, ولكن في نفس الوقت غادي نهتموا ايضا بمظهر الرجال. اذا هذا وعد من عبد الوهاب, انا كنحرجوا في لونتين وعد من عبد الوهاب ان شاء الله باش يعطينا افكار للرجال والسيدات كيفاش يعتنيوا بازواجهم, لان برنامج سيدات سادسي سي لو بيان اتر وجمالك اناقتك بيتك حياه السيدات والساده بطبيعه الحال. ما دمنا كنقول سيداتي سادتي اذا كنشملوا الرجل والمراه باش نكونوا احنا كنحقوا مبدا المساواه. هاد الكاسكيت عبد الوهاب غادي نلبسوها في المره الجايه ان شاء الله, ونلبسوها بافتخار لانه رجل خصو حتى هو يحتفظ بالمظهر ديالو ويشوف الاناقه ديالو, وحنا كنحاولوا نعطيوه دي كونساي اللي غيقدروا يتمشاو مع نمط العيش ديالو ان شاء الله. ماشي بالضروري نلبسو غالي, ماشي بالضروري نعتنيو بشكلنا بشكل غالي, ولكن في بعض الاحيان تنسيق الالوان واناقتنا بواحد الذوق معين كتعطينا واحد الجماليه اكثر, واحد الاناقه ان شاء الله. عبد الوهاب اليوم غتقترح علينا افكار في الريسيكلاج. تماما في الريسيكلاج المطبخي, ونبداو بالفكره ديال الكونفليكس اسو كاينه كما كنعرفوا هذاك سميتو بالعربيه الكونفليكس رقائق الذره بالمرات كيبقاو عندنا بزاف في الدار وما كنلقاو ما نديرو بهم, ولا كيبردوا بعض المرات في بعض الاحيان. دونك كنحاولوا ناخذهم ونديرهم شويه في الفران على ما يسخنوا, ومن يسخنوا كنخرجوهم وكنطحنوهم كيرجعوا شابلوغ مي كيرجعوا شابلوغ. ناخذوا هذوك واحد بحال هذاك الشوكولاته اللي كتكون تدهن وكناخذوا الموز وكنقطعوا الموز طريفات كبار شويه وكندير لهم الشوكولاته وكنديروا لهم في هذاك الشابلوغ اللي درنا ديال الكونفليكس اللي طحنا, ومن بعد كندير لهم في الزيت كيتقلاو وكيوليو كنعطيهم بحال الفطائر للوليدات ديالنا اللي هما تيكونوا فيهم غنيين بالفيتامينات وغنيين بداكشي اللي كيعجبو الدراري وفيهم مقرمشين تماما. فكره زوينه. دونك هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه هي الفكره ديال المطيشه اللي كتشط لنا في بعض الاحيان ما كنعرفوش شنو نديرو بها, خاصة اللي كتكون صوص طوماط كتكون على شكل صلصة. دونك كنحاولوا ناخذوا داك البان دو مي دوك الفطائر اللي هما كاريين وكنحاولوا نديروا بيتزا بهذوك الفطائر بهذاك الصلصة ديال الطماطم اللي عندنا, وكنحاولوا نديروا بحال بيتزا هي فوق الخبز اللي هو ديجا موجود اللي هما الفطائر. اذا هذه فكره زوينه, وكتجيب بيتزا بالخبز زوينه وكتجي كتشبع. ما كنضيعوش داك الخبز ما كنضيعوش تماما, وخاصه اذا كان الخبز من الزرع من القمح كيكون احسن وما كيكونش بحال ستيكشي تيشبع ما تيكونش بحال الاخر وما كتكونش فيه البابه كثيره. اذا هذه مجموعه من الافكار اللي عطيتينا اليوم عبد الوهاب, اولا فكرتين اللي هي زوينه بزاف ومهمه باش هكا ما نضيعوش بطبيعه الحال الاشياء اللي تشات لنا في البيت, واكيد تكون فرصه باش نعطيو مجموعه من الاقتراحات للمستمعين والمستمعات. كاين بعض الاقتراحات ناخذوهم معنا, ولكن قبل من انا غادي نفصح على متوجه الشهر اللي معنا هذا الشهر هذا. اذا متوجه الشهر اللي غتكون معنا واللي عطات مجموعه من الاقتراحات في الريسيكلاج بطبيعه الحال هي نور ريبقال. نور طريبقال, اذا كنتمنى انها تتواصل معنا لالا نور وتصيفط لنا الرقم الهاتفي ديالها باش هكذا نتواصلوا معها بمجموعه من الاقتراحات اللي كتقترح. اذا هي متوجه الشهر, مع تحياتي لالا حسنه من اكادير اللي كانت متوجه الشهر المقبل واللي الشهر اللي فات واللي كانت بطبيعه الحال عطاتنا مجموعه من الاقتراحات الرائعه, فتحياتنا للناس اكادير وتحياتنا لالا حسنه. ولكن هذا الشهر غتكون معنا لالا نور طريبقال. اذا كننتظر الناس بعث لنا بالرقم الهاتفي ديالها في ميساج على الصفحه باش هكذا نتواصلوا معها ان شاء الله باذن الله, وتعطينا مجموعه من الاقتراحات في الاسابيع المقبله باذن الله, ومشكوره على اقتراحاتها. كاين بعض الاقتراحات بالنسبه للاطفال, كثير من السيدات كيبغيو يعطيو يعني مجموعه من الافكار بالنسبه للوليدات. وليداتنا كنبغيو نفرحوهم هكذا وخلاص عز عليهم النفخات. اذا هي كتعطي مجموعه من الافكار في النفخات كيفاش نخليوهم يكونوا شويه اوريجينال. اذا هي واحد الفكره خدات نفخات خضرين, اولا الصوره ديال اللي بعثت لنا هو انه كناخذ نفخات خضرين وتنديروا لهم دي بوند نينجا
رسوم اللي حنا كبرنا معاهم وربما اللي باقي وليداتنا الان كيشوفوهم، تنديروا واحد لي بوند حمرين وتنديروا واحد اولا زرقين اولا اورانج، يعني دي بوند بالثوب فوس هذيك النفخه على حساب الدوره ديالها، وكناخذوا واحد الورقه بيضاء وكنديروا كنلونوها وكنحاولوا نديروا على شكل عينين تلصقها في وسط لي بوند، وكندير واحد الابتسامه في وسط هذيك النفخه وتنخليهم هذا يمكن نقدموا لوليداتنا كيلعبوا بهم هكذا، تيكونوا ديكوراتيف دو بلوس وكيعطيهم واحد الـ واحد الـ واحد كندخلوا عليهم واحد الفرحه، وكتكون شي حاجه سبيسيال ماشي بحال ملي كنكون عادي يعني كتكون مغيره لذاك الشيء اللي هو عادي. كاينه افكار اخرى اللي هي اقترحتهم دائما بالنفخات، يعني افكار رائعه زوينه بزاف. احنا غنتوقفوا للحظات لان المؤذنين ديال صلاه الظهر حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفره والاجر والثواب، ونعود لنواصل واياكم مستمعينا، ابقوا معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم. سيداتي سادتي أنا وسلم، مرحبا بكل مستمعينا وكل أوفيانا، ودائما حاضر معنا عبد الوهاب بن حدول إجابة على كل أسئلتكم أيضا، ويعطينا مجموعة من الاقتراحات وكناخذ مجموعة من الاقتراحات ديال المستمعين والمستمعات اللي معنا على الصفحة. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عبد الوهاب كاينة أفكار كثيرة بلي بالو ولا بالفخات، افكار اللي نقدروا تكون ديكوراتيف مثلا ملي كتكون عندنا شي مناسبة ولا شي حاجة بحال هكذا. إذا السيدة اختارت أن تاخذ بالونات ودرت لهم دونتيل في اللون ديالهم، غلفتهم دونتيل في اللون ديالهم، بالونات اللي واقفين بحسياس كما كنشوفوا، ودرت لهم دونتيل ورزمتهم بوريضه وعلقتهم هكا بشكل ديكوراتيف. اذا هذه افكار زوينه هكا الى غنديروا مثلا عندنا شي عيد ميلاد ولا يعني عشاء خاص في الاسره ولا واحد عشاء رومانسي علاش لا اونتر كوبل. اذا هذه افكار اللي يمكن اننا نزينوا بها الفضاء تماما. كاين ايضا افكار اخرى. اذا المسمى كتقول خواتاتي الا شاط لك طرف ديال الفقاس وتفرتت شنو ندير بيه؟ عفاك جاوبوني ما بغيتش نرميه. اذا كاين افكار كثيره اللي كنقدروا نعاودوا نديروها بالفقاس، كنقدروا نطحنوه، كنقدروا نطحنوا هذاك الفقاس وكنخلطوه مع الشكلاط وكنديروا كويرات وكنفندوهم في اللوز مهرمش، وكيجيو على شكل يعني بحال دي شوكولا كروستيون، وكيجيو لذاد وزوينين. نقدر اختو كنزيدو معاهم واحد العصيه صغيره باش يكونوا ساهلين في الاكل، ما نهزوهمش بيدينا، نديرهم بحال بوب كيك. بحال بوب كيك تماما. ولا نديرو هذوك اللي كان الكوردون ونديرو فيه كيجيو تيجيو زوينين، ولا نفدوهم حتى في الزنجلان تيجيو احسن. نقدروا نديرو معاهم حتى الحليب المركز المحلى تماما. اذا كنجمعوهم كنحاولوا نكغيما لان الكريمال نو الكريمال الكريمال يا هادي الكراميل الكراميل باش تخرج. كنحاولوا اننا كنعجنوه كثر دي فوا كنعجنوه مع الفقاس وهكذا، كنعاودوا نفندوه في شكلاط ولا نفندوه في شي حاجه اخرى ونعاودوا نستعملوا هكا كشوكولا ولا كحليوات اللي نعطيهم لوليداتنا مصاوبينهم بالدينا، يعني ماشي شارينهم من برا تماما. اذا افكار كثيره نقدروا نعاودوا نديروهم بالفقاس هكذا الى شاط، دائما خصنا غير نطحنوه نهرمشوه نطحنوه ونقدروا نديروا به بزاف الافكار. كاينه بطبيعه الحال افكار اخرى ديال المستمعات، وايضا كنشكرهم على رسائلهم زوينه. كاين افكار كتقول مستمعه شي طريقه ترجع لي البريق الزليج من غير الصابون البلدي، طريقه اللي جعل لي البريق الزليج من غير صابون بلدي، عندك فكره عبد؟ الفكره هي الحامض. الحامض تيعطي واحد لمعان عظيم الزليج البلدي، وكنحكوا ولا كنديروه مع شويه ديال الماء، كنديروا عصره ديال حامضه ولا جوج وكنديروا شويه الماء وكنحاولوا ناخذ واحد الزيف اللي هو عادي وكناخذوا شويه ديال الحامض وكنبقاو نمسحوا بشويه بشويه. نعم، اذا هذه طريقه باش نلمعوا الزليج تماما. الله يعطيك الصحه. كاينه فكره اخرى عند لاله فاطمه كتقول البنات اللي عندهم الحوض ديال الكوزينه ولا الحمام ديما كيتسد وكيقهرهم، هي طريقه باش كيتحلوا برمش ساعين وسهله وبلا معلم ولا مواد كيماويه، جوج ديال الدراهم قاديه الغراد وكينقي حتى من الوسخ وسط القديم. هي الطريقه كنشدوا الخل وبيكربونات الصوديوم تنخلطوهم وكنخليوهم يتفاعلوا ونحكوا بهم الحمام، تنخليهم 10 ديال الدقائق ونحكوا ونشلوا بالماء كيرجعوا فحال الى جداد. دينا دي طريقه زوينه، الخل وبيكربونات الصوديوم وطريقه سهله.
كاين اقتراحات اخرين عندك عبد الوهاب معنا ناخذوهم في نفس الوقت كناخذ اقتراحات المستمعين. واحد الاقتراح اللي هو ديال العصير واللي هو كيتصوب بالفواكه والخضر اللي كيبقاو هنا الخضر في الثلاجه ديالنا بحال الكورجيت بحال الخس ولا بحال الخيار كنحاولوا ناخذوهم كنحاولوا نخليهم القشور ديالهم لا الخيار بعدا والكورجيت حتى هو وكنحاولوا نزيدوا معها الحامض وكنحاولوا نزيدوا معها حتى الجنجبر اللي هو زنجبيل وكنطحنوهم بالماء سكينجبير طري وكنحاولوا نديروا معهم شويه ديال العسل الحر وكنحاولوا نطحنوهم الا كان الكيوي يقدروا نزيدوه اي حاجه في الخضر والفواكه يكونوا هما خضرين يكونوا يقدروا يطحنوا بصفه سهله مع الماء كان الماء هو هذاك ما كانش ما نديروا الماء ماشي المعدني الغازي مهم الفكره هو اننا كنديروا الخضر والفواكه في نفس كان البروكولي حتى هو نقدروا نزيدوه الفواكه والخضر الخضراء الفواكه والخضر الخضراء كان عندنا السبانخ حتى هو نزيدوه شويه مهم كيكون واحد العصر اللي هو اخضر وهذاك العصر كيكون مغذي جدا 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 نقدروا نزيدوا حتى تريف دلافوكا مثلا بيان سور نزيد دلافوكا هي الافوكا تولي مع الماء تولي مية حنا كنحاولوا ناخذوا حوايج اللي هما يقدروا يتسقطوا ميهين هما اصلا ميهين وكنحاولوا نخلطوهم وكنشربوا هذا العصر وهو غني جدا للذات ديالنا كامله والبشره ديالنا حتى هي اذا المغذي بهذه الطريقه مغذي جدا وفي نفس الوقت حتى حاجه ما تضيع يعني اي شيء حاجه عندنا في المطبخ ديالنا من الخضر الخضراء والفواكه الخضراء نقدروا نستعملوها حتى النعناع كنقدروا نزيدوه معاه حيت عاد تعطي له فخيشور وكنزيدوا معاه شويه ديال لي كلاسون الثلج باش كيلبي شويه ذاك العصير وخاصه علاش قلت هذه الوصفه لانه كيبقى لنا واحد الخضر واحد خاصه واحد الخضر اللي كنشرب منها كثره كتبقى لنا وكتتخناج مع المده دونك نحاولوا ناخذوها ونديروها عصير كتجي عظيمه جدا نعم و بطبيعه الحال نواصلوا دائما احنا في انتظار افكار المستمعين ولكن قبل من ذلك غنمشوا فاصل اعلاني وراجعين رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما برنامجكم سيداتي سادتي اهلا وسهلا مرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا سعداء بلقيكم التواصل معكم مرحبا واهلا وسهلا بالجميع حنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم في لقائنا ودائما حاضر معنا عبد الوهاب بن حدول بطبيعه الحال اليوم عطانا مجموعه من الاقتراحات مجموعه من الافكار في الريسيكلاج وغتكون فرصه ان شاء الله في الحلقات المقبله باش نعطيو اطلاله ونعطيو مجموعه من النصائح للرجال اللي كيتبعوا معنا البرنامج واذا السيدات اللي كيهتموا بمظهر رجالهم غتكون فرصه بطبيعه الحال مع عبد الوهاب باش نتكلموا في هذا الجانب ودائما البرنامج عند بطبيعه الحال عند طلبكم مستمعينا الكرام حنا هنا باش نحققوا كل طلب مادام في قدر المستطاع نزول عن طلبكم ورغبتكم بطبيعه الحال فاحنا غنكونوا بكل فرح يعني نلبيوها واكيد انه حنا دائما في تواصل سواء على الصفحه او عبر يعني صفحتي الشخصيه او عبر يعني جميع وسائل التواصل فاهلا وسهلا مرحبا بكل اقتراحاتكم وبكل اسئلتكم والبرنامج دائما كيتطور بكم انتم فنتمنى انني نكون كنحاول انني نلبي جميع طلباتكم ورغباتكم ونعطيكم جميع المعلومات اللي كتهمكم وكتسهل الماموريه عليكم في حياتكم اليوميه وتحقق لو بيانيتر ديالكم بطبيعه الحال في حياتكم اليوميه فشكرا جزيلا لكم مستمعينا عبد الوهاب مسخيناش بيك انا كذلك دائما لقاء ممتع جدا معك واكيد انه غنرجعوا نتلاقاو دائما بافكار جديده وبصحه جديده وبروح جديده فشكرا جزيلا ليك دائما على سعه صدرك وبطبيعه الحال كيف ما كانت الفكره وكانت المعلومه كتفاعل معها فهذا جميل فيك شكرا ليك بزاف شكرا لك سكينه ولاخوتك وشكرا للميد راديو وشكرا لجميع المستمعين والمستمعات مرحبا عبد الوهاب وشكرا جزيلا ليك كنشكر مجدوني علم الادريسي رفقتنا اليوم في الاخراج ايضا كنشكر سامي عريف كنشكر سامي حاشو في استقبال مكالمتكم كنشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه كنعتذر من الاوفياء ما قدرناش ناخذوا معنا اليوم ولكن كانت اليوم فرصه باش نقراو مجموعه من الاقتراحات ديالكم من رسائلكم ايضا نفتحوا على متوجه الشر اللي كنتظر بطبيعه الحال الرقم الهاتفي ديالها اللي يمكن تبعثوا لنا على الخاص اللي هي مستمعتنا الكريمه نور بطبيعه الحال كنتظروا انها تواصل معنا عبر على الخاص باش ناخذوا الرقم الهاتفي ديالها ونتواصلوا معها بطبيعه الحال في اقتراحات في الاسابيع المقبله كنتمنى لكم شهيه طيبه ما سخيتش بكم تهلاو فراسكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء